الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. طبعا برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد كلنا طبعا شفنا امبارح وتابعنا مباراة نادي الأهلي والإنتاج الحربي. المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي من غير أي أهداف، وكلنا شفنا قد إيه النادي الأهلي تعرض لظلم كبير جدا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين والمساعدين بتوعه كمان. يعني لما يكون لنا ضربة جزاء في أول 6 دقايق بس من المباراة، واضحة جدا، واضحة وضوح الشمس، وما تتحسبش. مع ان طبعا زي ما انتم شفتوا او زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم، لاعب الانتاج الحربي كان خلاص قرب يجيب لازارو ولمس اكتاف بلغه المصارعه كده زي ما بيقولوا. اكيد الكره دي لو كانت اتحسبت طبعا كانت اكيد هتغير من اللقاء ومن سير اللقاء، لانها هتكون طبعا بدايه مبكره للاهداف. مش بس كده، كمان الحكم لغى هدف صحيح 100% باشاره من المساعد بتاعه بتاع التسلل. ولو ركزنا كمان كده شويه في لقطه الهدف هنلاقي يعني ما فيش اي لاعب من النادي الاهلي موجود في وضعيه التسلل، ولا واحد بس فيهم. الاخطاء دي اكيد حرمت النادي الاهلي ان هو يحقق الفوز وكمان يحصد ال3 نقاط اللي كانوا اكيد هيخلوه ينفرد بقمه الدوري المصري الممتاز، وهيخلوه كمان في اريحيه اثناء لقاءاته في دوري ابطال افريقيا. الاخطاء طبعا وارده جدا في كره القدم، دي حاجه طبيعيه، بس مش بالشكل ده. يعني ده كتير جدا. الاهلي مش عايز اي حاجه غير ان هو ياخد حقه بس، مش عايز اكتر من كده. النادي الاهلي مش عايز غير العدل التحكيمي اللي طبعا اخطاه للاسف خسرته 4 نقط في الاسابيع الـ5 اللي اتلعب فيها الدوري المصري الممتاز. طيب ننسى شويه الكلام عن مباراه امبارح والدوري المحلي، ونروح بقى لقرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هتقام ان شاء الله النهارده الساعه 7 مساء. بالتاكيد كلنا هنتابعها وهتكون طبعا محل اهتمام كل الاهلاويه اللي عايزين يعرفوا مين اللي هيقابل النادي الاهلي في دور الـ8 ان شاء الله. هل هيكون وفاق سطيف؟ هل هيكون حراية كوناكري الغيني؟ ولا بريميريو دو جاستو الانجول؟ طبعا نتمنى ان النادي الاهلي، يعني احنا ما عندناش مشكله نقابل اي حد اكيد، لكن نتمنى النادي الاهلي يكون بعيد عن المواجهات العربيه زي ما اتكلمنا كذا مره. المواجهات العربيه بيكون فيها شويه حدايه كده ما لهاش لازمه يعني في الوقت ده. طيب نروح بقى للحدث الاهم طبعا النهارده، هو ترشيح محمد صلاح ضمن القائمه النهائيه لجائزه افضل لاعب في العالم مع كريستيانو رونالدو ومع مودريتش، زي طبعا ما اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وكمان ترشيح هدفه في ايفرتون في البريمير ليج في الموسم اللي فات لجائزه بوشكش كافضل هدف في العالم. تعالوا نشوف دلوقتي معاكم الفيديو اللي نشرته قناه الفيفا عن ترشيحه. على العموم هنناقش طبعا كل الكلام ده واكتر خلال حلقتنا النهارده في كلام في الميديا. ضيفنا النهارده هيكون الاستاذ عثمان سالم مدير تحرير جريده الاخبار. بالتاكيد طبعا برضو هستنى مشاركاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، بالاضافه لهاشتاج البرنامج كلام في الميديا. سريعا هنبتدي حلقتنا باهم العناوين. مؤامره تحكيميه مكتمله الاركان على النادي الاهلي. اخطاء نور الدين القاتله ومساعديه تحرم الاهلي من الفوز. الغضب يجتاح السوشيال ميديا بعد مهزله مباراه الانتاج. كل خبراء التحكيم الاهلي تعرض لظلم مبين. يوسف احنا الاهلي ومش عايزين اكتر من حقنا. اليوم قرعه ربع نهائي دوري الابطال. كارتيروني يصرح لن اتنازل عن العرش الافريقي ولا نخشى احد. البداية دايما بتكون مع أهم اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام المسائي الأهلي ينزف بفعل فاعل تعادل مع الإنتاج سلبيا في ليلة سقوط صفارة نور الدين. أخبار الرياضة إبراهيم نور الدين يحرم الفريق من الفوز. عجلة الأهلي تتوقف عن الإنتاج الحربي بفعل فاعل. الأخبار المسائي الأهلي محتار مع مختار. الأهلي يسقط في فخ التعادل في مباراة الأخطاء التحكيمية. الأخبار إقطار الأهلي يتوقف بتعادل سلبي مع الإنتاج الحربي. المسا إنتاج الأهلي 0، مهاجموه أهدروا كل الفرص وفريق مختار خطف نقطة التعادل. كارتيرون فعلنا كل شيء في كرة القدم إلا تسجيل الأهداف.
الوطن منافسات شرسة تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا. وفاق الصيف صعد من عنق الزجاجة حورية كوناكري الحصان الأسود تحت قيادة فرنسية وبريميري دي أوغوستو حلم أنغولا في مواصلة المفاجآت. الأهرام المسائي أيام التحدي باتريس كارتيرون لن أتنازل عن العرش الإفريقي ولا نخاف الصيف. أخبار الرياضة يوسف وعدلي يحضران قرعة ربع النهائي الأهلوية يفضلون بطل غينيا ويرحبون بوفاق الصيف. روز اليوسف تعديل لائحة الأهلي برعاية بيبو. مجلة الأهلي الأهلي سبتمبر 28 لاعتماد لائحة. زي ما شفتوا اكيد كل الجرايد اجمعت ان النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي باين زي ما قلنا، وان التعادل طبعا كان غير عادل بالنسبه للنادي الاهلي. وكمان قالت جريده الاهرام المسائي ان الاهلي بينزف بفعل فاعل، بالتاكيد طبعا الفاعل معروف هو مين. وقالت كمان ان التعادل ده كان في ليله سقوط صفاره نور الدين، بتتكلم طبعا عن الاخطاء التحكيميه للحكم ابراهيم نور الدين ومساعديه كمان في اتخاذ القرارات المصيريه اللي اضرت بالنادي الاهلي اكيد. وبنفس المعنى برضو قالت اخبار الرياضه أن إبراهيم نور الدين حرم النادي الأهلي من الفوز، وأكدت على معنى إيقاف مسيرة النادي الأهلي بفعل فاعل برضه. في الأخبار المسائي كمان وصفت المباراة بمباراة الأخطاء التحكيمية، وكمان كان معانا أخبار ومنشطات عن قرعة ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا واللي هتقام إن شاء الله الساعة 7 النهارده. برضو كمان قالت الوطن ان النادي الاهلي بينتظر منافسه شرسه جدا في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، سواء قابل وفاق الصيف الجزائري واللي صعد طبعا من عنق الزجاجه بعد ما جمع 8 نقط في المجموعه من هزيمتين متتاليتين في اول ماتشين ليه، وبعد كده طبعا جمع 8 نقط من الاربع مباريات التانيين، او من حورية كوناكري الغيني اللي بيعتبر الحصان الاسود واللي قدر طبعا ان هو يصعد بحصوله على المركز الثاني في المجموعه على حساب سان داونز الجنوب افريقي. او ممكن برضو النادي الاهلي يقابل بريميري دي اوغوستو بطل انغولا واللي جمع 9 نقط من فوزين وثلاث تعادلات، وقدر ان هو يتعادل مع النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الاول في مجموعته في مباراه الذهاب ومباراه الاياب. بالنسبه للاهرام المسائي قال ان كارتيرون قال ان هو مش هيتنازل عن تحقيق حلمه بان هو يحقق لقب دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وان الفريق البطل ما يهموش هيقابل مين. واكد كمان ان النادي الاهلي فريق كبير وما بيخافش من مواجهه اي فريق تاني بعينه، فكل الفرق بالنسبه له سواء. كمان روز اليوسف قالت ان طبعا الحدث الاهم في الايام دي داخل جدران النادي الاهلي هو اعتماد اللائحه الجديده للنادي الاهلي، اللائحه الاساسيه. قالت روز اليوسف ان اعمال ومناقشات تعديل لائحه النادي الاهلي بتتم بصوره كويسه جدا وبصوره نموذجيه تحت رعايه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. في مجلة النادي الأهلي كان العنوان 28 سبتمبر لاعتماد لائحة المستقبل، بالتأكيد طبعا النادي في حجم وعظمة النادي الأهلي لازم يكون عنده لائحته الخاصة واللي طبعا هيقرها أعضاء جمعيته العمومية. ده كان الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده، او اغلب الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده عن النادي الأهلي. نروح بقى دلوقتي معاك ونشوف ايه اللي اتقال عن النادي الأهلي في مواقع الانترنت. في الجول وسط جدل تحكيمي الأهلي يحتفظ بصدارة مرة بتعادل ضد الإنتاج. يلا كورة، الإنتاج يعرقل الأهلي في لقاء الأخطاء التحكيمية. أخطاء الحكم القاتلة ومساعديه تحرم الأهلي من الفوز. سمير عثمان أخطاء الحكام أثرت على نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج. يلا كورة كارتيرون، نستحق الثلاث نقاط وهنأت اللاعبين على الأداء برغم التعادل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف تعرضنا لظلم كبير أمام الإنتاج الحربي. فيتو مدرب الأهلي منتقدا لتحكيم مباراة الإنتاج، مش عايزين أكتر من حقنا. يلا كورة مختار يصرح حكم أصغر من بناتي جعلني أفكر في الاعتزال والأهلي له ركلة جزاء. عبد الفتاح حكم مباراة الأهلي والإنتاج كان سيء الحظ.
كارثيرون الأهلي جاهز لأي منافس في ربع نهائي دوري الأبطال. في الجول محمد يوسف الأهلي لن يخوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي. الشروق الأهلي يوافق على طلب أزارو بعد مواجهة الإنتاج. الموقع الرسمي للنادي الأهلي معلول يطير لتونس للانتظام في معسكر منتخب بلاده. الموقع الرسمي للنادي الأهلي غدا ورشة الشخصيات العامة تناقش مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. أهلي 2000 يواجه جمهورية شبين وديا غدا. وأهلي 97 يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري. سباحة الأهلي مواليد 2006 تشارك في كأس الاتحاد. هنبتدي اخبارنا النهارده من الموقع الرسمي لنادي الاهلي. وتعادل نادي الاهلي طبعا مع الانتاج الحربي امبارح بسبب الاخطاء التحكيميه الواضحه اللي وقع فيها الحكم الدولي ابراهيم نور الدين ومساعديه هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي ومحمد محمود عبد الله حكم رابع ومحمد ابو خاطر وعبد العزيز السيد حكم خامس. الخطا القاتل الاول كان من ركله جزاء سليمه للنادي الاهلي في الدقيقه السادسه من بدايه اللقاء بعد ما تعرض ازارو لعرقله واضحه جدا وشد من مدافع الانتاج الحربي معادل حناوي. والخطا القاتل الثاني كان في الدقيقه 79 من عمر اللقاء بعد مسجل مؤمن زكريا هدف صحيح 100% والغاه مساعد الحكم بداعي التسلل بشكل غريب طبعا، مع ان كل الخبراء التحكيميين في كل حته في مصر اكدوا ان طبعا الهدف ده صحيح وده اللي حرم النادي الاهلي من الفوز ومن نقطتين غاليين اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان سمير عثمان الحكم الدولي السابق صرح ان الحالات التحكيميه اللي شهدتها مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي من الحالات السهله وبالذات الاعاقه اللي تعرض ليها وليد ازارو في الشوط الاول جوه منطقه الجزاء واللي طبعا بتعد ركله جزاء واضحه وصريحه بنسبه 100% وان هو على مدار 26 سنه أضاف في التحكيم ما يعرفش ليه ما تمش احتساب ضربه الجزاء دي. وكمان قال عثمان ان ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي وانذار لمدافع الانتاج. وكمان اتكلم ان الهدف اللي سجله مؤمن زكريا اكيد في الشوط الثاني كان هدف صحيح 100% مفيش فيه اي شبهه للتسلل. كمان موقع يلا كوره قال ان اكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ان فريقه كان يستحق ان هو يفوز قصاد الانتاج الحربي والتعادل ده لا يدل على سير اللقاء. كارتيرون قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ان النادي الاهلي كان يستحق الثلاث نقط وان هو حزين جدا بسبب التعادل لان اللعيبه خلقوا فرص كتير وسيطروا على اللعبه بشكل واضح طول احداث اللقاء. وقال ان هو هنأ اللعيبه بعد طبعا ادائهم القوي قصاد الانتاج الحربي برغم التعادل وقال ان دي كوره القدم. طيب فيتو كمان قال ان انتقد كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي واللي بيقوم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي الحكم ابراهيم نور الدين واكد في تصريحاته بعد مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي ان فريقه تعرض لظلم كبير جدا في الغاء هدف صحيح وعدم كمان احتساب ركله جزاء واضحه. وقال نحن النادي الاهلي لا نريد اكثر من حقنا، كنا نسعى للفوز على الانتاج لكن هناك اتجاهات اخرى ولن اقول بانها متعمده. كمان يلا كوره قالت ان صرح مختار المدير الفني للانتاج الحربي لاحدى القنوات الاذاعيه ان النادي الاهلي كان عنده ركله جزاء مؤكده لم يحتسبها ابراهيم نور الدين واللي اكد ان هو لاحظها وهو على مقاعد البدلاء. واكد كمان مختار المدير الفني للانتاج الحربي ان هو فكر ان هو يعتزل الشغل او يعتزل كره القدم او التدريب في كره القدم بسبب تصرفات حكم مباراه فريقه مع الجونه واللي طرده من الملعب. وكانت لجنه المسابقات كمان في الاتحاد المصري كرة القدم قررت ان هي توقف مختار لمدة مباراة واحدة بسبب طرده من ملعب مباراة الجونة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. وساعتها كان بيقود طبعا مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي من المدرجات زي ما شفتوا. كمان الشروق قالت ان اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره ان تحكيم مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي كان سيء الحظ فطبيعي ان يكون في اخطاء
التحكيم، والحكم ده بشر وقد يخطأ عادي، والأخطاء التحكيم مستمرة إلى ما لا نهاية، والخطأ لو تواجد فيه نوع من أنواع الإهمال فأكيد هيتم عقاب الحكم بشكل ما، ولكننا لا نسمح بالتدخل في عمل لجنة الحكام مثلما لا نتدخل في عمل الأندية، وفي النهاية بنحترم كل الأندية. دي كانت تصريحاته. طيب، كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن كارتيرون صرح وقال النادي الأهلي جاهز إن هو يقابل أي منافس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال باتريس كارتيرون إن الفريق جاهز لمواجهة أي فريق في دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهتقام إن شاء الله النهاردة قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا الساعة 7 مساء. النادي الأهلي ممكن يواجه وفاق الصيف الجزائري أو حرية كوناكري الغيني أو أول أغسطس الأنغولي. وقال كمان كارتيرون إن النادي الأهلي بيحترم كل المنافسين وإن كل البطولات صعبة جدا، ولكننا قدمنا عروض طيبة في مشوار البطولة الأفريقية، وبمجرد الإعلان عن منافس النادي الأهلي الرسمي في دور الثمانية هنبدأ في دراسة كل كبيرة وصغيرة بتخص المنافس ده عشان نستعد ليه بشكل كويس جدا في ظل طبعا الوقت الضيق قبل خوض مباراة الذهاب. نروح لفي الجول. في الجول نقل التصريح محمد يوسف ان النادي الاهلي لن يخوض مباريات وديه في فتره التوقف الدوري. قال محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي ان الفريق مش هيخوض اي مباريات وديه خلال فتره توقف الدوري المصري ممتاز، وان الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون حطوا برنامج تدريبي بدني وفني عشان يقدروا يجهزوا بعض اللعيبه اللي مش بيشاركوا مؤخرا. واضاف كمان محمد يوسف ان فتره التوقف جت في وقت مناسب جدا عشان اللعيبه يقدروا ياخدوا نفسهم بعد سلسله طويلة من المباريات. كمان الشروق قالت ان النادي الاهلي بيوافق على طلب وليد ازارو بعد مواجهه الانتاج الحربي، وبيحصل المغربي وليد ازارو على اذن للسفر للمغرب عشان يقضي الاجازه بتاعته اللي اخذها هناك بعد ما اخذ طبعا موافقه الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، وهيرجع بعد 3 ايام وهينتظم ان شاء الله في التدريبات الجماعيه عشان يستعد للمشوار الافريقي وللدوري المصري الممتاز. برضو علي معلول ان شاء الله هيطير لتونس بعد عشان ينتظم في معسكر منتخب بريدو، وخلاص هو غادر علي معلول ظهير الايسر لفريق الكوره في النادي الاهلي القاهره متوجه لتونس عشان ينضم لمعسكر منتخب بلاده، واللي بيستعد لمواجهه سوازيلاند المقرر ليها يوم الاحد اللي جاي في تصفيات امم افريقيا في الكاميرون 2019. برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال بكرة هيكون في ورشة للشخصيات العامة تناقش مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، عشان إن شاء الله لائحة النظام الأساسي دي يوم 28 سبتمبر اللي جاي هيكون محطوطة للتصويت، وده هيكون أكيد برئاسة أو بالإشراف تحت قيادة طبعا كابتن محمود الخطيب. طيب نروح للموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي اللي بيقول ان اهلي 2000 هيواجه جمهورية شبين وديا بكرة. هيخوض فريق نادي الاهلي مواليد 2000 مباراة ودية مع نظيره فريق جمهورية شبين بكرة ان شاء الله الثلاث على الملعب الفرعي في مدينة نصر، ضمن استعدادات النادي الاهلي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة اللي هتبدأ ان شاء الله 17 سبتمبر الجاري. بالنسبة بقى لمواليد 2004 فهيواجهوا الانتاج الحربي. كمان أهلي 97 هيستأنف تدريباته بكرة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. عادل عبد الرحمن منح الفريق راحة لمدة يومين استعدادا طبعا لمواجهة المصري يوم السبت اللي جاي ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية للشباب. وكمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي مكملين أخبارنا منه بيقول إن سباحة الأهلي مواليد 2016 هيشاركوا في كاس الاتحاد تحت 12 سنة طبعا. ده هيكون ان شاء الله النهاردة، وده بعد طبعا تدريبات كتيرة في من منتصف شهر يوليو اللي فات. فاز فريق السباحة كمان النادي الاهلي 11 سنة اولاد بالمركز الاول، بالنسبة للبنات حققوا المركز الثاني. معادنا بقى دلوقتي مع فاصل سريع، وبعد كده هنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. خليكم معانا. رجعنا
سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبارنا المحليه واخبار محترفينا في الخارج، كمان اخبار الكوره العالميه في الفقره اللي جايه. الشروق عامر حسين يشرف على معسكر المنتخب بالاسكندريه. اليوم السابع فندق المنتخب ببرج العرب يخصص افراد امن للاعبين بسبب محمد صلاح. كورة، رمزي يقود ميران الفراعنة وأجيري يجتمع بصلاح. وان تري اليوم حسم مصير مشاركة رمضان صبحي مع المنتخب. الوطن سبورت طرح تذاكر مباراة مصر والنيجر الثلاثاء. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الثاني استعدادا لروسيا. الشروق، عبد الفتاح تطبيق الفار في مصر صعب جدا. اليوم السابع 20,000 جنيه لكل لاعب في الاتحاد السكندري بعد الفوز على الترجي. فيتو الانتاج الحربي يعود للتدريبات غدا ويواجه وادي دجله الاربعاء وديا. الوفد، عامر، بيراميدز افلت من الهزيمه امام سموحه. سكاي نيوز، نجم برشلونه مندهش بعد استبعاده من المنتخب. أيس الأسبانية ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج في أغسطس. سبورت 360 ديل بييرو يوضح سبب عقم رونالدو التهديف مع اليوفنتوس. يورو سبورت، كلوب سعيد بخطأ أليسون وهدف ليستر في ليفربول. وأيس، رسميا رونالدو يستحوذ على رئاسة نادي بلد الوليد. هنبتدي اهم اخبارنا المحليه من الشروق، واللي بتقول ان قرر هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره ان هو يعين عامر حسين رئيس لجنه المسابقات للاشراف على بعثه المنتخب في معسكره في اسكندريه استعدادا طبعا لمواجهه النيجر يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لامم افريقيا. كمان اليوم السابع قال ان عقد مسؤولين المنتخب الوطني اجتماع مع اداره فندق المنتخب في منطقه برج العرب قبل انطلاق معسكر الفراعنه النهارده استعدادا لمباراه النيجر يوم 8 سبتمبر الجاري، وتم الاتفاق مع اداره الفندق على تخصيص افراد امن عشان يكونوا مرافقين للاعيبه المنتخب خصوصا طبعا للمحترفين، ومنع الاقتراب من اماكن تجمع وتواجد لاعيبه المنتخب في الفندق تنفيذا لطلبات محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي. كمان كوره قالت ان بيبدا منتخب مصر معسكره الاول تحت قياده المكسيكي خافيار اجيري المدير الفني اللي تم التعاقد معاه مؤخرا لمده 4 سنين خلفا الارجنتيني هكتور كوبر، والمفروض ان هيعمل اجيري جلسه مع محمد صلاح المحترف دلوقتي في صفوف ليفربول الانجليزي عشان يلطف الاجواء معاه ومع الجبليه. وان تري قالت ان الجهاز الفني للمنتخب المصري كان مصر على خضوع رمضان صبحي لاعب فريق هارسفيلد تاون الانجليزي النهارده للكشف عشان يعرفوا الجهاز الطبي طبعا بقياده الدكتور محمد ابو العلا يعرفوا مصيره ويقدروا يحددوا مصيره بشان المشاركه في لقاء النيجر من عدمه، وبرغم طبعا من الاصابه اللي كان بيعاني منها رمضان صبحي واحتياجه الشديد جدا لفتره راحه لا تقل عن اسبوعين على الاقل وصعوبه طبعا لحاقه بلقاء نايجر، إلا أن الجهاز الفني عنده إصرار أن هو يخضع برضو للكشف الطبي. بالنسبة للوطن سبورت قالت أن اتحاد الكورة طرح تذاكر مباراة مصر والنايجر أو لسه هيطرحها إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء عشان تكون متاحة قصاد الجماهير اللي عندها رغبة أن هي تحضر اللقاء. ثروة سويلة من مدير التنفيذي لاتحاد الكورة أعلن عن حضور 40,000 متفرج لمباراة النايجر في ملعب برج العرب. نروح لليوم السابع. اليوم السابع قال ان بيخوض منتخب مصر الاولمبي بقياده شوقي غريب تدريبه الثاني على الملعب الفرعي في استاد القاهره استعدادا لمواجهه روسيا يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في العاصمه موسكو، وهيسافر منتخب مصر مساء الثلاث مساء بكره ان شاء الله لموسكو عشان يواجه روسيا في اطار الاعداد لكاس الامم الافريقيه 2019 واللي بتستضيفها مصر والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، وبيستعد برضو المنتخب الروسي لمواجهه صربيا في التصفيات المؤهله لامم اوروبا.
كمان شروق قالت ان اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكره على صعوبه تطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز خلال الفتره اللي جايه، وده بعد طبعا الجدل التحكيمي اللي شهدته المسابقه من قرارات تسببت في هجوم كبير جدا من جانب بعض الانديه على اتحاد الكره او بالاخص على لجنه الحكام. وقال عصام عبد الفتاح تطبيق تقنيه الفار مش هتكون سهله في التوقيت ده، فهي محتاجه الامكانيات غير عاديه سواء ماليه او فنيه من جانب الحكام، وده بيتطلب تنفيذها اكيد لوقت كبير. كمان اليوم السابع قال ان محمد ابراهيم مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري اكد ان كل لعيب في الفريق هيحصل على مكافاه 20,000 جنيه وفقا للائحه الخاصه بالفريق بعد ما صعد لدور ال 16 في بطوله العربيه، في البطوله العربيه طبعا بعد التعادل مع الترجي التونسي بنتيجه 2-2 في لقاء الاياب، واللقاء الذهاب انتهى طبعا بالتعادل الايجابي 1-1. اتكلم برضو عن صرف مكافاه خاصه من رئيس النادي محمد مصالحي والتم او رفضوا ان هم يعلنوا عن قيمتها. فيتو كمان قال ان الجهاز الفني لفريق الانتاج الحربي بقياده كابتن مختار مختار منح اللعيبه راحه سلبيه يوم الاثنين بعد التعادل السلبي قصاد النادي الاهلي، وهيرجعوا ان شاء الله بكره للتدريبات الجماعيه يوم الثلاث، ويخوض الفريق مباراه وديه كمان قصاد فريق وادي دجله بعد بكره يوم الاربعاء على ملعب الكليه الحربيه. سكاي نيوز قالت ان مدافع برشلونه الاسباني جوردي البا ابدى اندهاشه من قرار لويس انريكي مدير او مدرب فريقه السابق باستبعاده من تشكيله منتخب اسبانيا، وقال ان هو لا يجد تفسير لهذا الامر. قال البا كمان لم اتوقع ذلك، لكني ايضا لم اتوقع المشاركه في بطوله اوروبا 2012 بعد مستواي مع فالنسيا، الامر لا يتوقف على عليا بخصوص قرار المدرب بضمي او لا. واضاف كمان ود اللعب للمنتخب الوطني، لكن القرار قرار المدرب ويجب ان احترمه. في الموسم الماضي كنت جيد جدا، وهذا الموسم بدات بشكل جيد، انا اقدر ما افعله مع النادي وسنرى ما سيحدث مع المنتخب الوطني. دي كانت تصريحات جوردي ألبا. كمان ايسي الاسبانيه قالت ان اعلنت خلاص رابطه المحترفين الانجليزيه النهارده عن فوز الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الانجليزي بجائزه لاعب الشهر شهر اغسطس في البريمير ليج، وانطلق طبعا الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج في مطلع الشهر اللي فات، وخلاص خلص منه 4 جولات، والجائزه دي طبعا بتمنح بتصويت الجمهور. حصل ساديو ماني على نسبه 58% من تصويت الجمهور في البريمير ليج. طيب سبورت 360 قالت ان الاسطوره الايطاليه المعتزل اليساندرو ديلا بييرو لاعب يوفنتوس السابق كشف عن سبب العقم التهديفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع السيده العجوز، واتكلم ديلا بييرو عن الدوري الايطالي وقال ان هو مختلف بعض الشيء عن الدوريات الثانيه خصوصا طبعا من الناحيه الدفاعيه، فالموضوع معقد جدا بالنسبه للمهاجمين، فعلى كريستيانو رونالدو ان هو يعرف البطوله الجديده او الدوري الجديد اللي بيلعب فيه بشكل اكبر. كمان يورو سبورت قالت تسببت الهفوة اللي ارتكبها الحارس البرازيلي أليسون بيكر في مباراة ليفربول وليستر سيتي في فتح باب النقاش طبعا على غروره بعد ما تسبب في هدف مجاني للخصم كان بيفقد طبعا ريتس نقاط المباراة الثلاثة، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب كان عنده نظرة مختلفة، قال ان هو سعيد جدا بالهفوة دي وبرر ده بان الخطأ كان لابد ان يقع فيه ولم نعد في حاجة للانتظار الآن. وكمان قال حين فعل ذلك الأسبوع الماضي وتحدث الجميع عن ذلك عرفت بأن هذا الخطأ سيحدث في يوم ما. وقال كمان أليسون متعجرف بنسبة 0% لكنه واثق من قدرته على فعل ذلك، نحن نتخذ القرار في ثانية وثانية ندرك أنه قرار خاطئ. كمان إيس الأسبانية قالت أن رونالدو بيستحوذ على رئاسة نادي بلد الوليد، أعلن نادي بلد الوليد الأسباني عن استحواذ النجم البرازيلي رونالدو ديليما الظاهرة على رئاسة النادي، ونجح رونالدو في أن هو يحصل على نسبة 51% من أسهم نادي بلد الوليد العائد طبعا لمنافسات الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نكمل معاكم فقرتنا، خليكم معايا.
فريعة، أنا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع بيها فيها أهم اللي اتقال وأهم اللي صرحوا لعيبة الكورة ونجوم كرة القدم سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله. هنبتديها مع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي نشر على تويتر صورة للجمهور اللي حضر مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي وعلق وقال أعظم جمهور في الكون. كمان الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر علقت على الحضور الجماهيري في المباراة وقالت أجمل ما في المباراة، نراكم المباراة المقبلة. كمان هنروح معاكم بقى لردود الأفعال على أخطاء حكم مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي. نبدأ بكابتن زكريا ناصف اللي كتب على تويتر: لا تنتظروا العدل في غياب الضمير ولا تنتظروا الحق في حضور الجهل. كمان علق الفنان نبيل الحلفاوي على ماتش امبارح على تويتر وكتب: ايه التحكيم الكفت ده؟ 5 دقايق ايه؟ ده كل وقعة ضاع فيها 5 دقايق، طبعا غير الأوفسايد العجيب المستطيل الغامق موضحه لأي خمسة مشاهد دقائق لأي مشاهد 5 دقايق يظهر الحكم مدي ميعاد بعد الماتش. كمان النجم نادي الأهلي السابق إسلام الشاطر فكتب على صفحته على تويتر تعليق على أحداث المباراة، قال: أداء تحكيمي سيء جدا في مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي. دكتور محمد العدل كمان كتب على تويتر على لجنة الحكام واتحاد الكرة ووزارة الداخلية أن ينتبهوا إن هذا التجاوز في التحكيم لا يصح مع وجود جمهور في الملعب، والآخر تقولوا شعب مشاغب أو شغب في الملاعب. دلوقتي بقى نروح للصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، اللي نشرت صورة من الاستعدادات لسحب قرعة ربع نهائي دوري الابطال وكاس الكونفدرالية النهاردة. كتبت: كل شيء جاهز لقرعة دوري الابطال وكاس الكونفدرالية اليوم الساعة 7 بتوقيت القاهرة. كمان كتب كابتن احمد شوبير على تويتر: اليوم ذكرى رحيل الغائب بجسده والحاضر بإنجازاته وسيرة أسطورة ومسيرة أسطورية في كرة القدم الجنرال محمود الجوهري. نروح لمحترفينا وهنبدأ بنجمنا المصري محمد صلاح. الصفحة الرسمية لليفربول الإنجليزي على تويتر بعد إعلان ترشيح محمد صلاح بهدفه في إيفرتون لجائزة أفضل هدف أو هدف بوشكش، طبعا نشرت فيديو للهدف وطلبت الجمهور ان هم يصوتوا لمو صلاح، وكتبت: تم ترشيح هدف مو صلاح في إيفرتون في اول ديربي بيخوضه الملك المصري لجائزة بوشكش 2018 المقدمة من الفيفا. طيب زي ما احنا عارفين طبعا ان محمد صلاح وصل امبارح لمصر عشان يشارك في معسكر منتخب مصر، ونشر صوره ليه النهارده على الانستغرام وهو بيقضي يوم استجمام في الساحل الشمالي قبل ما ينتظم في المعسكر، وكتب: يوم اجازه في الساحل. عمرو ورده كمان نشر صوره ليه على الانستغرام من ماتش فريقه باوك اليوناني قدام بانيانيس في الدوري اليوناني، واللي قدر فيه باوك ان هو يفوز بصعوبه 1-0، وعلق ورده وقال: شغف وفوز كبير. كمان تريزيجي نشر صورة على الانستغرام من فوز فريقه قاسم باشا التركي على أنقرة، وده كان طبعا في الدوري التركي 2-1. المباراة دي أحرز فيها تريزيجي الهدف الثاني لفريقه وعلق وقال: الحمد لله على كل شيء. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا على تويتر صورة لتريزيجي وكتبت: تريزيجي يكرر نفس المشهد مرة أخرى. علي غزال كمان لاعب فانكوفر وايت كابس فكتب على تويتر بعد فوز فريقه على فريق سان خوسيه في الدوري الامريكي: الحمد لله فوز مهم قبل العوده لمصرنا الحبيبه. وزي طبعا ما احنا عارفين ان خلاص علي غزال تم استدعائه من قبل خفير اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول عشان ينضم لمعسكر المنتخب اللي هيبدا ان شاء الله او بدا خلاص النهارده. طيب عالميا بقى نشر لويس سواريز مهاجم برشلونه الاسباني صوره ليه على تويتر بمباراه فريقه قصاد فريق ويسكا في الدوري الاسباني، واللي حقق فيها برشلونه فوز كبير جدا بنتيجه 8-2 وكتب: اداء جيد انتصار كبير. بيتر تشيك حارس ارسنال الانجليزي نشر صوره على تويتر بعد فوز الجانرز على كارديف سيتي 3-2 امبارح في البريمير ليج، وكتب: فوز رائع
بموقف رائع من الفريق كله. شكرا جماهير أرسنال على دعمكم المعتاد. كمان نشر مسعود وزير لاعب أرسنال الإنجليزي صورة على الانستغرام من نفس المباراة وقال ماتش صعب لكننا استحقينا الفوز، سعيد بالاحتفال بمرور 5 سنين في النادي بحصد ال3 نقاط. صفحة رسمية كمان لنادي ليفربول الإنجليزي على تويتر فهنت لاعب الفريق ساديو ماني واللي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أو في البريمير ليج في شهر أغسطس واللي بتقدمها رابطة اللعيبة المحترفين. أخيرا نروح لديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد واللي كتب على صفحته على تويتر أداء جماعي 3 نقط شباك نظيفة، وده تعليقا على فوز مانشستر يونايتد على بيرني 2-0 في الجولة الرابعة من البريمير ليج. تابعنا بقى معاكم دلوقتي أهم اللي حصل على السوشيال ميديا على تويتر انستجرام وفيسبوك، كل اللي قالوه نجوم كرة القدم سواء عالميا أو محليا، وردود طبعا أفعال الصفحات الخاصة بالأندية ومحبين الكرة على المباريات اللي اتلعبت طبعا على الأداء التحكيمي امبارح للحكم إبراهيم نور الدين في مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي اللي للأسف انتهت بالتعادل السلبي 0-0، تعادل لم يستحقه النادي الأهلي. دلوقتي بقى معادنا مع فاصل، هنطلع الفاصل ده وهنرجع نستقبل معاكم ضيفنا أستاذ عثمان سالم، هيكون ضيفنا إن شاء الله في الفقرة اللي جاية. رجعنا سريعا نسمع كاملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعنا دلوقتي منورنا في الاستوديو استاذ عثمان سالم مدير تحرير جريده الاخبار. مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، مساء النور. اهلا وسهلا، منورنا. لا نورك، ربنا يخليك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن مباراه امبارح، مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، مباراه اللي انتهت بتعادل سلبي غير مستحق للنادي الاهلي. طبعا كان في تجاوزات كتير قوي تحكيميه خلال اللقاء ده، الحكم لم يحتسب طبعا اول ضربه جزاء في الدقيقه 6 من اللقاء لصالح وليد ازارو، يعني زي ما كانوا بيقولوا في لغه المصارعه كان ناقص لاعب الانتاج الحربي يجيبه لمسه اكتاف يعني، بالاضافه طبعا لهدف مؤمن زكريا اللي اتحسب ان هو تسلل رغم ان هو كان هدف صحيح 100% وما كانش في اي لاعب من النادي الاهلي متسلل في الوقت ده. اولا قولي شفت اللقاء ده ازاي؟ يعني اولا انا اتفرجت على المباراه بالكامل الحقيقه، وبعدين يعني في حاجات بتبقى واضحة للعيان، يعني مش محتاجة لتقنية لناس بتتكلم على تقنية الفيديو أو بتتكلم على المسائل التقديرية أو حتى القرارات اللي بيبقى أو الفاولات أو الأخطاء اللي بيبقى فيها أكتر من رأي يعني. فالحقيقة أنا شفتها زي ما ناس كثير شافتها، والنهاردة كمان بالمصادفة كانت واضحة وضوح الشمس. النهاردة كابتن مختار كان بيتكلم في أحد الإذاعات صحيح. الصبح وقال انا شفت ضربه جزاء انها صحيحه 100%. وطبعا هو مدرب الانتاج الحربي صحيح. وعلى الرغم انه اهلاوي لكن هي المساله هنا مرتبطه بمساله بالضمير. مساله الضمير المهني اذا جاز التعبير يعني. فبالنسبه للواقعه سليمه، وبعدين كمان الحكم الخامس قريب جدا يعني صحيح. اذا كان ابراهيم نور الدين كان بعيد شويه، فحتى التلفزيون جابوا اكتر من مره وهو بيتابع بدقه يعني. فالمفترض ان الواقعه قدام عينيه، قدامه يعني، مش حاجه، هي اللقطه قدامنا اهو بالظبط، والحكم اهو يعني الحكم معقول مش شايف معقول يعني معقول. ما هي دي الوجه الغرابه في الموضوع يعني، حاجه غريبه جدا. طبعا يعني ازاي، وبص تركيزه ورايح جاي مع الكره ازاي، سبحان الله، ومش شايف. يا سبحان الله، يعني انا ما شفتش حد مركز بالطريقه دي. لا هي ما فيهاش يعني ما لهاش خلاف انها ركله جزاء مستحقه للنادي الاهلي. وبعدين اللي اضيف اليها كمان، امال ده اسمه ايه؟ ابراهيم نور الدين ولا يعني ده اسمه ايه؟ ده اسمه يعني، هو هي ما فيهاش اختلاف وهي واضحه، لا ما اقدرش اقول انه ده تعمد اهدار حق الاهلي، لكن ده خطا فني فادح مع من حكم قديم وله اسمه. والمفترض ان اي حكم بيحافظ على اسمه بيحافظ على تاريخه السابق قبل كده، واذا كان هو بيفكر انه يبقى في القائمه الدوليه او هو في القائمه الدوليه بالفعل او انه هيحكم مباراه في
دوري الأبطال الأفريقي أو ممكن يبقى عنده فرصة إنه يروح كأس عالم. فكل الأمور دي ده بيقلل من درجاته، بيخصم من رصيده فيما لو رشح لأي مباراة مثلا أفريقية أو أي مباراة دولية. ففي حاجات القرارات اللي زي دي بتبقى فيها زي ما قلت حضرتك إنها بتخصم من رصيد الحكم أكيد بشكل كبير يعني. فأنا بتصور إنه لابد إن هو يكون شاف اللقطة وشاف سيبك مثلا مسألة الهدف بتاع مؤمن انه ممكن ما يكونش شايف، لكن الواقع دي مسجله وبعدين الحكم يعني ده واضح جدا. ممكن تعرضوا لنا ده، احنا بنتكلم على ان اهدار حق مبكر للاهلي كان ممكن يغير النتيجه. طبعا يعني كان ممكن تبقى النتيجه مش مجرد فوز بس، لا ممكن يكون اكثر من هدف يعني. طبعا ده لا يبخس حق الانتاج الحربي انه لعب وانه دافع بشكل جيد وانه نجح ان هو يخرج صحيح بنقطه من المباراه، لكن اهدار حق الهدف اهو قدام حضرتك. فيش اي نوع من انواع التسلل في اي حاجه؟ لا خالص خالص. ازاي يعني؟ خالص. فالحقيقه يعني رده الفعل والغضب من الناس امبارح انا تابعته من خلال تليفونات مع اصدقاء من ناس النهارده بقى شفتها في كل الناس بتتكلم سواء في وسائل الاعلام الصبح او صحيح حتى رجل الشارع العادي، كل الناس بتتكلم في الواقعين دول تحديدا يعني. فأنا بتصور أنه لجنة الحكام وهي رئيسها أو المشرف عليها عضو مجلس إدارة في الاتحاد كابتن عصام عبد الفتاح لابد أن هم يكونوا بيراجعوا حساباتهم في مسألة المباراة بتاعت امبارح، لأن هي جاية في وقت كمان بتقول أن ده وارد، التصريحات الطبيعية المعتادة اللي بتطلع دايما بها لجنة المسابقات أو لجنة الحكام اللي بيطلع يقول عادي الحكم بشر بيخطأ والخطأ ده وارد جدا في كرة القدم وهيفضل في أخطاء لحد آخر. هي شو أنا هقول لحضرتك حاجة، السنة اللي فاتت كان في واقعة بالنسبة للزمالك والمقاصة وكانت حديث صحيح حديث طبعاً الشارع واعترف بها كل الناس وعملت أزمة كبيرة والزمالك هدد بالانسحاب صحيح. يعني أنا أولا بستحسن موقف النادي الأهلي أنه لم يصعد الأمر، وإن كان من حقه أنه يطالب اتحاد الكورة بموقف ضد الحكم صحيح، وإن اللجنة لابد أنها تعيد حساباتها، لأنه النهاردة أنت النقطتين زي دول بحسابات النقاط في نهاية الموسم ممكن يضيعوا البطولة من أي نادي، سيبك من بصرف النظر عن النادي الأهلي. لو هنتكلم بقى عن التحكيم مع النادي الأهلي من ساعة ما ابتدى الدوري في الخمس أسابيع دول، فالنادي الأهلي ضاع عليه بسبب التحكيم 4 نقط. بالتأكيد طبعا، لأنه هو أنا عايزك يعني عايز اللجنة تديني حقي سواء أستحق أو لا أستحق. يعني لو الأهلي ما يستحقش أو الزمالك أو أي نادي لا يستحق الفوز بس ما يبخسش حقه، كون ان هو الانتاج الحربي لعب وانه نجح ان هو يصل بالنتيجه للتعادل السلبي وان هو يستفيد بنقطه ويخسر الاهلي نقطتين، لان دي مش براعه من الحكم ولا دي موضوعيه في اداره المسابقه. يعني الموضوعيه ان انا ادي كل واحد حقه، واذا كان الانتاج اجاد وانه حرم النادي الاهلي من ان هو يفوز بمجهوده وبعيدا عن قرارات عكسيه يبقى ده شيء طيب، لكن لما يبقى انا عندي فرصه ان انا استفيد من ركله جزاء او استفيد من هدف ملعوب يبقى ده ظلم بالنسبه للفريق يعني. صحيح. فدي مساله محتاجه اعاده نظر، وخصوصا ان احنا لسه في اول خمس اسابيع من عمر الدوري، وبالتالي تبقى مساله بتحط محاذير وبتحطنا قدام امر غايه في الخطوره. واحنا بنتكلم على مسابقه خصوصا السنه دي في منافسه صحيح عدد كبير من الاطراف، وفي وافد جديد على المسابقه زي فريق بيراميدز. فالمساله دلوقتي اصبحت فيها صعوبه شديده جدا، يعني المساله ممكن تلاقي على نهايه الموسم هتلاقي الدرع محصور بين اكبر عدد من الانديه، مش هيبقى بين ناديين اثنين، ممكن يبقى في اثنين وفي اربعه وفي سته انديه. فهي الفكره اللي انا بركز عليها الاساسيه ان انت اديني حقي وبعدين سيبني بقى بعد كده انا استحق الفوز او لا استحق. صحيح صحيح. طيب شفت كابتن عصام النهارده برضه اتكلم وقال ان المشكله الوحيده في مباراه امبارح ان ابراهيم نور الدين كان حظه سيء، شايف التبرير ده ازاي؟ يعني هو انا ما اقدرش اقول انه ابراهيم نور الدين تعمد ان هو يخسر الاهلي. يعني المساله طب ليه ما يكونش فيه عقوبات بقى على الحكام؟ لا ما هو المفروض ما هو لا ما يتمش الاعلان عن العقوبات. لا ما هو انت عارف هو في مبدا معمول به في لجنه الحكام او في كره القدم من قديم الازل انه ما فيش قرارات بتعلن بالنسبه للحكام.
لان ده برضه بيقلل من هيبه قضاه الملاعب يعني. فهي المساله انه لابد ان اللجنه هي اللي تحاسب الناس دول. ده بيبان بقى في ايه؟ بيبان ان انت ممكن تشوف ابراهيم نور الدين في عدد من المباريات اللي جايه انه ما بيحكمش، او مثلا هيبقى ما يتحطش مثلا، ما يترشحش الاهلي على الاقل في الدور الاول مثلا، او يبقى زي ما قلت حضرتك المساله اللي بتبقى فيه قرارات سريه في داخل اللجنه ممكن ما حدش ياخد باله منها، لكن بيبقى فيها نوع من العقوبه بالنسبه للحكم. صحيح. ده اللي انا عايز اوصل له كمان في المساله دي، انه مش انا هستفيد ايه من عقوبه الحكم. انا كنادي استفدت ايه بعد ما ضاع عليا اربع نقط؟ انا استفدت فهي إيه؟ الفكره انه لابد ان احنا يبقى موضوع في الاعتبار كل حقوق الناس كلها، حق الحكم ان هو يبقى محترم. يعني الواقع بتاعت محمد الشناوي امبارح واللي حصل، انت ما توصلنيش لمرحله الاستفزاز. صحيح. وبعدين صحيح. وبعدين صحيح. تقول ان انا اخطات وتديني كارت احمر. وهو طبعا انا بقول الشناوي اخطا والناس كلها بتعترف ان هو اخطا. صحيح. لكن انت وصلتني لمرحله الخطا وبعدين الاخر تلومني. فانت المفروض كقاضي انك انت المفروض تبقى انت دارس قراراتك بشكل كويس جدا، بتدي كل واحد حقه، وبتبقى موضوعي في التعامل مع اطراف اللعبه، وبتخلي اللعيب ما يخرجش عن الاطار اللي هو مفترض ان هو ما يتجاوزوش. العلاقه الاحترام ما بين الحكم وما بين اللاعب. فالحقيقه الموقف امبارح اشتعل، ويمكن كان في تجاوزات كمان بعد الماتش، حتى كان طرف فيها احد اللاعبين الافارقه. المظهر اللي احنا ما كناش نتمنى نشوفه، والحاله اللي احنا خصوصا انها جايه مع بدايه الاسبوع الاول تطبيق عوده الجمهور. فاحنا على فكره اذا كنا هنقول على ان في حد سيء الحظ يبقى هو الجمهور المصري. صحيح. الحقيقه يعني انا النهارده لما بقول انا بقالي ست سنين بلعب كوره في علب في 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 استادات معلبه اذا جاز التعبير، وبعدين اقول مع اول تطبيق للتجربه ان انا اعمل حاجه زي كده بحيث ان التجربه تفشل فارجع تاني للملاعب المغلقه، دي مساله في منتهى الخطوره. وده اللي انا بحذر منه، وبحذر اتحاد الكوره بالذات انه لابد ان ياخد باله. التحكيم كمان هيكون عليه عامل كبير جدا في استفزاز الجمهور اللي موجود. ايوه طبعا. يعني انت النهارده الجمهور ما فيش اي فرقه عايزه فرقتها تتغلب او انها تخسر بطوله او انه اكيد. فده المفروض ان احنا كلنا نشتغل عليه، الاعلام تشتغل عليه، لجنه الحكام تشتغل عليه، مجلس اداره اتحاد الكوره، الامن، كل الاطراف في المنظومه كلها لابد انها تتعامل يعني تشتغل على نجاح تجربه العوده التدريجيه للجماهير. يعني احنا النهارده بنقول 5000، ال 5000 دول مفترض ان هم يبقوا 10 لغايه ما نرجع لما كان استاد القاهره كان بيبقى فيه 120000 متفرج. صحيح. صحيح. فاحنا محتاجين ان احنا لابد ان احنا نستفيد كلنا من الاخطاء اللي بتحصل دي. وهي المساله مش متعلقه بضياع نقطتين من النادي الاهلي، لا دي متعلقه بمسابقه ممكن يعني تفشل من بدايتها يعني. صحيح. استاذ عثمان، من امبارح للنهارده سالنا جماهير النادي الاهلي رايكم ايه في الاداء التحكيمي امبارح في مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز. نتابع مع حضرتك دلوقتي كده بعض الاجابات اللي جات لنا على الفيسبوك الخاص بالقناه الاهلي تي في. مهند بعت قال لنا هو محمود نور الدين ليه كمل وجري ورا اللعبه حوالي 30 متر والكوره اتنقلت 3 مرات، واستنى ليه الكوره تخش الجون مكان حسب اوفسايد من الاول طالما هو شايف انها اوفسايد؟ حد عنده تفسير؟ كمان دعاء بتقول التحكيم كان سائل الغايه، ظلم للاهلي، وده اكبر رد على الناس اللي بتقول الاهلي بيكسب بالحكام. عبد الرحمن ياسين بيقول اداء سيء جدا من جميع حكام المباراه، اخطاء ما فيهاش اي صعوبه عشان تتحدد، لا اجد اي مبرر لعدم احتساب ركله الجزاء والهدف الملغي. كمان محمود مصلحي قال لنا المشكله ان كل سنه بتتكرر وبيقولوا اخطاء وارده، اداء غير موفق، مش بس الحكم، ده طقم الحكم او طقم التحكيم، حاجه غريبه ومش مقبوله خالص، الاهلي فوق الجميع. كمان حازم سيد بيقول تحكيم عالمي الصراحه، ضربه جزاء مش محسوبه، جول اكيد مش محسوب، لا بسم الله ما شاء الله تحكيم عالمي. كمان جمال بيقول اداء سيء، ضربه جزاء ما فيش اوضح من كده، تسلل مش موجود، التحكيم المصري سيء جدا. رولا كمان بتقول سيء جدا الصراحه، ضربه جزاء مستحقه ما اتحسبتش، جون صحيح واتحسب اوفسايد بس برغم كل ده الدوري اهلاوي. ابراهيم انور كمان قال التحكيم ظالم للنادي الاهلي والاخطاء متعمده، هم ليه عايزين النادي الاهلي يسقط؟ يسالون عن العدل
يقول لهم مات عمر والله يا حرام. كمان محمود حسين بيقول في ناس بتقول التحكيم الحلقة الأضعف في كرة القدم بس ده بسبب إن هم الحلقة الأسوأ. كمان مجدي حسن بيقول الحكم ظلم الأهلي في ضربة جزاء وهدف صحيح بداعي التسلل وأيضا في عدم احتساب الوقت الضايع والذي يقدر بأكثر من 5 دقائق وأيضا عدم طرد محمد الشناوي ولاعب الإنتاج الأفريقي. أحمد إسماعيل كمان قال للأسف التحكيم ضيع مننا الماتش، ضربات جزاء مش بتتحسب وأهداف صحيحة ملغية، وللأسف مش أول مرة التحكيم يضيع مننا نقط. ندى كمان بتقول سيء جدا للأسف بس برضو كله يعيش الوهم والدوري للأهلي. منى بتقول دول ملهمش تقييم، الصفر كتير عليهم. فارس بيقول سيء جدا. سعيد أحمد بيقول تحكيم مخزي للرياضة المصرية. شايف تفاعل الناس كده عامل ازاي؟ الناس كلها حاسة بقد ايه النادي الأهلي تعرض امبارح لظلم مبين. أنا هرجع معاك بس للتعبير اللي استخدمه الكابتن عصام عبد الفتاح لما قال انه الحكم كان سيء الحظ. ايوه هو سيء الحظ، لانه الحقيقه الواقعتين ما لهمش خلاف. يعني يمكن ده سر صحيح التعبير، انه انت بتتكلم على وقاع دامغه، يعني ما فيش معلاش اختلاف يعني. طبعا انا مقدر جدا ومتعاطف جدا مع الجماهير اللي هي تفاعلت مع الاحداث ومع المباراه، ولكن انا بقول ان النادي الاهلي قادر باذن الله ان هو يعوض المباراه دي. واهم حاجه اللي يهمني اكثر من المباراه والنقاط انه الحكام يدركوا ان في خطا جسيم حصل، ومش ده اللي يعني الخطا اللي يتحسب على الاخطاء التقديريه المتروكه للحكم. صحيح الاخطاء التقديريه اللي هي بيبقى عليها فيها خلاف فيها خلاف ما في وجهات النظر. لا، لما يبقى عندي خطا جسيم زي كده لابد لكل الاطراف تعترف بيه وكله يتحاسب عليه ويتحاسب. لان احنا اذا ما تحاسبناش واذا احنا ما مش هنصحح هتفضل دايما هتفضل بالظبط كده. صحيح. لكن هي معانا دلوقتي على التليفون استاذ علاء عايزه الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ علاء. استاذ علاء واضح ان عندنا مشكله في الاتصال، هنرجع نكلمه مره ثانيه. بعيدا بقى عن الاداء التحكيمي السيء للغايه طبعا اللي شفناه امبارح في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، نروح بقى لاداء النادي الاهلي وتغييرات كارتيرون كمان اللي استعان بها خلال اللقاء، شفتها ازاي؟ يعني خلينا اقول لك ان احنا طبعا كارتيرون لسه ما زال حديث العهد، ولا كان في بالمناسبه حد امبارح بيكلمني في قناه الاهلي في برنامج لتقييم عن تقييم عن اداء كارتيرون في المرحله. اولا هو الراجل جه في وقت يمكن كان كويس بالنسبه له نسبيا، لانه كان قبل الموسم ما يبدا وعمل يعني تخطى دور الثمانيه الافريقي بنجاح بعد ما كان الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله. نجح ان هو يحقق 4 انتصارات متتاليه وبالتالي تصدر المجموعة في دوري الأبطال الأفريقي. أي مدرب أجنبي، هو طبعا الميزة أنه كان موجود مع وادي دجلة، فبالتالي ما كانش محتاج وقت كتير علشان يتعرف على الكرة المصرية الأول وبعدين يتعرف على النادي الأهلي وبعدين يتعرف على اللاعبين. فدي بتاخد وقت من أي مدرب أجنبي، بيحتاج لمزيد من الوقت لغاية ما يستوعب كل الادوات اللي هو هيشتغل عليها يعني. ف بتصور ان هو طبعا قدامه فرصه كويسه بالنسبه للدوري، ما زال احنا لسه في البدايه. واذا كان فقد نقطتين قدام المصري ونقطتين قدام الانتاج الحربي فلسه البطوله صحيح دي اسمها بطوله صحيح. النفس الطويل اكيد، فلسه يعني قدام. هو الراجل انا بأثني عليه في انه اداؤه او طبيعته نفسه هادي في التعامل. هو يمكن حظه ان في اصابات مؤثره جدا في النادي الاهلي. صحيح. مجموعه لاعبين في بعض المراكز اللي كانت محتاجه لدعم زي الدفاع مثلا، الدفاع الاهلي محتاج بالاضافه. طب خلينا نروح لاستاذ علاء عزت الاول. استاذ علاء مساء الخير على حضرتك. اهلا بخير استاذ شيماء ومسي وعلى الاستاذ الكبير استاذ محمد سالم. اهلا وسهلا بيك. منورنا اكيد في كلام في الميديا. وعايزه اعرف بقى شفت مباراه الاهلي والانتاج الحربي امبارح ازاي، وشفت الاخطاء التحكيميه يعني الفظيعه اللي شفناها امبارح دي ازاي؟
مع الاسف الشديد منذ بدايه الدوري نحن دائما بنتكلم على التحكيم كعنصر اساسي بالقسم المشترك الاعظم في اي مباراه. في الدوري المصري اصبح التحكيم هو القسم المشترك الاعظم، يعني لم يكن مش هو ده حدث دلوقتي. كل السوريات التحليليه كل السوشيال ميديا كلها بتتكلم على اخطاء التحكيم، محدش بيتكلم على امور فنيه، وده شيء مزعج جدا وشيء مقلق جدا جدا. نحن ما بنتكلمش على ايجابيات او سلبيات فنيه، احنا كل كلامنا تقريبا منذ اطلاق الدوري المباراه الاولى التحليل للنادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي بنتكلم على اخطاء تحكيميه. كم مباراه النادي الاهلي لم تمر مباراه الا والحديث فيها عن التحكيم يكون هو القاتل المشترك الاول والاهم. كل مباراه الدوري حتى مباراه بيراميدز برضه بيبقوا في مشاكل تحكيميه، مباراه بيراميدز في مشاكل تحكيميه. للاسف الشديد اخطاء التحكيم هي اصبحت العنصر الاهم في كره في 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 الدوري العام، وده مش مطلوب. احنا المفروض ان احنا نتكلم على امور فنيه دلوقتي، خلاص مفيش حد بيتكلم على امور فنيه، مفيش حد بيتكلم على ايجابيات وسلبيات، مفيش حد بيتكلم على عناصر طالعه، عناصر داخله، عناصر مميزه. مكاسب للكره المصريه من الدوري ده كلنا بنتكلم على اخطاء تحكيم واخطاء تحكيم زادت قوي. استاذ علاء، يعني النادي الاهلي لوحده خسران في خمس لقاءات في خمس جولات اربع نقاط في تعادلين بسبب اخطاء التحكيم. طبعا امر مزعج جدا، امر مزعج جدا، وده اللي خلى جمهور النادي الاهلي يضغط لاول مره بقوه على ضغط النادي للتحرك. يمكن شفنا اول مره جمهور النادي الاهلي بيطالب اداره النادي بالتحرك الجاد بالوقت اخطاء التحكيم. البعض يراها انها متعمده، والبعض الاخر يراها ان في ضغوط على الحكام. انا طبعا بارفض طبعا اي اتهام، توجيه اي اتهام للحكام انهم يكونوا متعمدين، لكن انا بعترف ان في ضغوط على التحكيم المصري، والضغوط لازم تخف على التحكيم المصري لان الاخطاء زادت قوي عن يعني احنا ممكن نتقبل ان مباراه او اثنين او ثلاثه في يكون فيها اخطاء تحكيميه، لكن ان كل مباراه تكون فيها اخطاء تحكيميه ده امر مزعج جدا، امر بيخلينا نحط ان علامه التعدد. علامه التعدد ان حكامنا للاسف الشديد يعني فعلا مش مؤهلين، شخصيه الحكم المصري اصبحت شخصيه ضعيفه جدا. الاهم والاخطر ان الكل في منظومه اتحاد الكره بيديروا بطوله الدوري العام انها تدور المباراه تنتهي. ده خطا منذ مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه الاخيره، وخرج علينا كل اعضاء اتحاد الكره يحتفلوا بمرور مباراه القمه على خير وسلام بغض النظر عن حقيقه العداله التحكيميه. ده امر مزعج جدا. صحيح. يعني دلوقتي مش مطلوب من كل حكم ان هو يخرج بمباراه بره الامان، يعني الحكم مطلوب منه تحقيق عداله، هو مش فرض امن. الحكم مش جاي يحمي الانبساط اكثر من 90 دقيقه، المفروض انه ما تحصلش مشاكل جوه الملعب تؤدي الى الغاء مباراه او صد مباراه. لا، الحكم مطلوب منه تطبيق العداله. شفنا حكام كتير جدا عشان خاطر المنظور الخاطئ للاسف الشديد. انا شايف ان كابتن عصام فتحي دور كبير جدا 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 في تصعيد هذه النغمه. نغمه المباراه تمر السلام دي شايف ان دي بتاثر سلبا على الحكام المصريين. دلوقتي كل الحكام دلوقتي كل دورهم من سنين بيتعدى على خير بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه. شفنا كل التقنيات. طب استاذ علاء، شفت تصريحات عصام عبد الفتاح ازاي؟ شفت تصريحاته ازاي؟ حتى الان شفت تصريحاته ازاي بوصفه ان ابراهيم نور الدين كان بس حظه سيء، وانه صعب جدا ان في مصر هنا نطبق تقنيه الفار لان احنا ما عندناش امكانيات ولا فنيه ولا ماديه جاهزه في الوقت الحالي. لا طبعا احنا لم نترك هذه الامكانيات، احنا شفنا لما مره حبينا نجرب تقنيه الفيديو طبقناها بشكل كان مدى للسخريه، يعني لما جينا نطبقها حتى لما جينا نطبقها طبقناها بطريقه تدعو للسخريه، تدعو للتقليل من حجم الكره المصريه. انا مندهش ازاي الاتحاد الكره المصري يتباهى بانه يمتلك ملايين الجنيهات من حقوق الرعايه، ورغم ذلك احنا فاشلين من ناحيه التقنيه. احنا اكثر حاجه بنعملها عملناها اللي هو الحكم الخامس، والحكم الخامس عملناها زر الرماد، يعني زي ما بنقول زر الرماد عشان نقول بس ان احنا اهو بنعمل حاجه، لكن الحكم الخامس في مصر ملوش دور خالص 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 خالص. وكل مباراة تقريبا ما شفناش حكم خامس في مصر بيلعب دور مهم جدا. انا شايف ان ترديد نغمه ان اخطاء التحكيم جزء من كرة القدم او جزء من كرة القدم ده اصبح شعار هيبقى مدمر للكرة المصرية، مستهلك خلاص بقى.
يعني لا لابد من وقفه بجد، وقفه جاده ووقفه حقيقيه. صحيح. ما ينفعش يكون كل دور الحكم اللي هو يقف مباراه بره الامان. ما ينفعش ان ده يكون شعار في الكرموسيه، ما ينفعش ان احنا نحتفل بان المباراه مباراه قمه بين الاهلي والزمالك او الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي في انتهاء الكلام ده بدون تلغي او تفسد لاي سبب. لا احنا لازم ننزل من دور التحكيم بشكل مختلف. لازم اهل حكمنا بشكل مختلف، يعني بشكل مختلف بجد. العقوبات كمان الكابتن عقوبات، انا مش عارف ليه اتحاد الكره بيرى ان بيجي عقوبه على 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 مش عارفه على حكم ليه لا حكم. مع ان هو جزء من المنظومه، ليه كل افراد المنظومه في كره مصر معرضه للعقوبه الا الحكم؟ مع ان الاتحاد وليه ما فيش شجاعه بالاعتراف ايوه الحكم ده اخطا ولازم يعاقب؟ ليه ما فيش الشجاعه دي؟ ما فيش الشجاعه دي فعلا، ما فيش شجاعه. مع ان الاتحاد الدولي الناس بتقول لك ما فيش حكام بتقف. انا يعني اندهشت جدا جدا لما بشوف كابتن جمال غندور يقول لك مفيش حكم دولي، مفيش عقوبه ايقاف حكم. الكابتن عصام الفتاح يقول لك مفيش حاجه اسمها عقوبه ايقاف حكم. مع ان بسهوله جدا 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 حضرتك لو على 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 اي موقع تحت حضرتك كتبت ايقاف حكم يخطئ هتلاقي عشرات بل مئات الحالات الاتحاد الدولي بيعاقب حكام، يعني اكيد عاقب حكام في تصفيات كاس العالم، حكام كتير جدا كان عشان بس مش متابعين، لكن في حكام كتير جدا. الاتحاد الاوروبي بيعاقب صحيح كبار. صحيح. الاتحاد الاوروبي بيعاقب حكام كبار وبيعمل العقوبات دي. هو بيقول لك ايه يا فاكر احنا المفروض ما نعملش عقوبه. ليه ما نعملش العقوبه؟ ليه ما نعملش العقوبه؟ بالعكس ده اعلان العقوبه ممكن يكون تهدئه الراي العام. صحيح. يعني انا اعتقد ان لو 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 لو, لو اتحاد الكره او لجنه الحكام تملك الشجاعه الادبيه ان هي تعلن عن معاقبه اي حكم يخطئ منهم ابراهيم نور الدين بالامس، ده ممكن يكون في صالح الكره المصريه لامتصاص الغضب الجماهيري. لكن حكايه ان احنا ما فيش حكام بتعاقب، ما فيش حكام بيتم ايقافها، ده كلام خاطئ. صحيح. يقول لك لو عاقبناهم بالعقوبه في السر، ما العقوبه في السر دي العقوبه غير معلنه، ده 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 ده, ده شيء خاطئ، لانه بيستمر النفور الجماهيري من حكام الحكام في مصر. فكره الحكام في مصر منتهكين جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، منتهكين كرامتهم منتهكه جدا على سوريا التحليل. فانا بطالب بالاقل معقول، مش عيب ومش عار. صحيح صحيح فعلا عندك حق استاذ علي. جاب رجل المسابقات بتعلن ايقاف مدير فني وبتعاقب لعيبه، لابد من معاقبه الحكم، لان الحكم ده بشر في الاخر. يعني صحيح صحيح. يعني دي بنتابع مع كل المنظومه اللي هم بشر، احنا بنتعامل كل مره بشر، فكل بشر خطائين. لا بنعاقب اللاعب زي ما لعبه المسابقات بتعاقب لاعبين الكوره على النص، وبتعاقب مدربين للكوره على النص، لابد ارجع يعاقب حكم لارتكاب اخطاء. وانا شايف ان طبعاً من الاعلان او الاصلاح عن العقوبات ده صلاح التحكيم، لانه هيمتص الغضب الجماهيري، وبالتالي حتى حكم نفسه هيستفيد لما 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 يتم معاقبته وتعلن عقوبته هيكون حريص. انا شايف ان الضغوط كتير جدا على التحكيم المصري، شايف ان الحكام في مصر للاسف الشديد شخصيتهم مش حاضره في الملعب. يعني واضح ان الاتصال اتقطع. شكرا جدا ليك استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. استاذ عثمان دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عن اخر اخبار الكوره سواء النادي الاهلي محليا او كمان عن منتخبنا الوطني الاول. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. لسه منورنا طبعا استاذ عثمان، منورنا مره ثانيه. اهلا بيكي، شكرا جدا. طيب عايزين نرجع بقى ونتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، وان شاء الله لقاء النايجر القادم شايف حظوظنا هتكون عامله ازاي. يعني خليني اقول لك انه زي ما كنت بتسالي من شويه على كارتيرون ومهمته مع الاهلي، انا بقول اي مدرب جديد بيتولى مهمه بتبقى الصعوبه في انه لسه بيتحسس خطواته، وخصوصا ده منتخب مصر. منتخب مصر كان في كاس العالم بعد 28 سنة غياب. صحيح. كان وصل لنهائي أمم أفريقيا، ويعني كان المفترض ان احنا من اتحاد الكورة والمرحلة اللي جاية ان احنا بندور على الأفضل، بندور على ان احنا نفوز بكاس الأمم. ما يبقاش مجرد وصيف، بندور على ان احنا نبقى لنا مقعد دائم في كاس العالم. فده كله مش هيجي الا بشغل يعني فني، شغل احترافي. راجل مدرب السي في بتاعه كويس الحقيقه، لكن هو محتاج وقت
وخصوصا هو جاي على مباراه، دخل على مباراه النيجر. من حسن الحظ ان المباراه عندنا في القاهره، فبالتالي يعني مش هتبقى فيها صعوبه قوي. لكن الصعوبه انه مجموعه العناصر اللي موجوده معاه، يمكن هو قرر ان هو يعتمد على المجموعه الاساسيه من المحترفين اللي موجودين في الخارج، صحيح. مع تطعيم ببعض العناصر من في الدوري المحلي. واحنا عارفين ان هو شفت اختيار القائمه المحليه ازاي؟ هل شفت يعني ان كان في لعيبه ظلموا بعدم وجودهم في القائمه دي؟ يعني هو طبعا زي ما قلت حضرتك هو المتاح بالنسبه له، لانه طبعا حصل بعد كاس العالم في بعض اللعيبه كان لابد انها تخرج من القائمه، اما بسبب سوء النتائج اللي كان في المونديال، او بتراجع مستوى، او بكبر السن، او في اطار عمليه تجديد دماء للمنتخب. صحيح. واعتقد انه ده وضع طبيعي، وده وقته ان انت تبدا تجددي يعني. صحيح. لكن يعني احنا شفت عندنا الاستغناء عن احمد فتحي في قائمه المنتخب ده، يعني هو احمد فتحي طبعا لعيب ممتاز وهايل، خصوصا انه بيلعب في اكثر من مركز. صحيح. بيلعب في مركز الظهير الايمن، بيلعب في وسط الملعب. لكن إذا قلنا مثلا عملية تجديد الدماء دي مطلوبة، أعتقد أنه هو المدير الفني هو اللي بيبقى أكثر دراية بالعناصر الموجودة عنده، ومين اللي يقدر يسد في المكان ده يعني. إحنا عندنا المشكلة الأساسية في المنتخب هي غياب المهاجمين أو قلة عدد المهاجمين، ودي طبعا راجع لأنه الأندية اعتمدت بشكل كبير جدا على معظم مهاجمين من أفارقة. فدي بقى مشكلة يمكن محتاجة برضو إعادة نظر من جانب اتحاد كرة. صحيح. زي ما حصلت قبل كده مع حراس المرمى. صحيح. الأفارقة. فبالتالي إنه إحنا محتاجين نشتغل شوية على مسألة المهاجمين يعني. نشوف يمكن إحنا شفنا مروان محسن بترشح تاني بعد ما كان خارج. صحيح. القائمة. بعد ما كان خارج القائمة بنضم مرة تانية. بالضبط، بنضم صلاح محسن. اعتقد انه ده ممكن يبقى دعم كويس جدا للمنتخب، لكن كان محتاج ان هو يلعب مع الاهلي يمكن اكتر من كده، كمان ياخد فرصه اكتر مع النادي الاهلي، لانه يعني عنصر من العناصر المميزه جدا. اكيد. فهو محتاجه طبعا، المنتخب محتاج شغل كتير الحقيقه. محتاج زي ما قلت حضرتك في الاول انه اجيري يبص كويس على كل العناصر الموجوده عنده، وبعدين بعد مباراه نيجر يبدا يعيد تقييم تاني للعناصر الموجوده عنده، مين اللي استمر، مين اللي محتاج فرصه. صحيح. افضل، مين اللي محتاج اللي يقولوا له شكرا. فالمساله محتاجه وقت، يمكن يكون عندنا حظ او عندنا حظ بالفعل ان احنا الفرصه المره دي كويسه، لانه في 24 فريق هيشاركوا في النهائيات، وبالتالي المركز الاول والثاني ما فيش مشكله في اختيار اول وثاني المجموعه بتاعتنا اللي هو غالبا هتبقى تونس واحنا يعني. صحيح. يعني مش شايف فيها صعوبه في مساله التاهل المره دي، لكن انت محتاج تشتغلي بقى على ما بعد التاهل، ان انت بقى عندك عناصر للمشاركه في النهائيات، وبالتالي انت محتاجه تاخدي المشوار من اوله بفهم جيد والاحتياجات المطلوبه. صحيح. للمنافسه على اللقب يعني. صحيح. استاذ عثمان سالم، نورتنا النهارده في برنامج كلام. انا اللي سعدت بحضرتك جدا، ودايما انا على فكره بسعد جدا ان انا ببقى موجود ضيف في قناه النادي الاهلي، بما فيها من كفاءات وما فيها من خبرات وعناصر مميزه جدا. الله يخليك. اصدقاء وزملاء وبعتز بيهم جدا وموفقين باذن الله. بشكرك جدا استاذ عثمان سالم، مدير تحرير جريده الاخبار. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد ان شاء الله عليكم.